أن أؤدي أني أؤدي عملي مهام عملي هم عملي مهام عملي هم عملي. إعلاميين مشهورين طلعوا يهاجموا اللي بيهاجم وزير التعليم وقالوا مش مهم الشهادات، المهم المعاملات طول ما الراجل أخلاقه حلوة في الوزارة، ومفيش مدرس اشتكى منه ولا حتى طالب، وقالوا كمان ان عنده خبرة كبيرة وهو الوحيد اللي هيعرف يطورنا، فلو اي حد اتكلم على الوزير محمد عبد اللطيف يبقى لا مؤاخذة كده مش عايز يتطور. وده الكلام اللي قاله الاعلاميين امبارح في برامجهم على التلفزيون، زي الاعلامي مصطفى الشردي وخيري رمضان، واللي قالوا مش مهم الدكتوراه، يعني اللي معاهم دكتوراه عملوا ايه للبلد؟ مش كفاية ان الراجل تواضع وجي مسك الوزارة؟ وبعد ما قالوا كده طلع الاعلامي خيري رمضان بحل جديد من غير تعقيد لموضوع الدكتوراه اللي شغلنا كلنا، وقال لو على الدكتوراه يا جماعه نديله اي دكتوراه فخريه من جامعه زي الفنان محمد رمضان، واللي فيكم ما يعرفش محمد رمضان واخد الدكتوراه هو كمان. وبعد كل الكلام اللي اتقال وخصوصا كلام خيري رمضان ما كانش ينفع نقول اي حاجه، وعلشان كده هنسيب التعليق ليكم، مستنيين رايكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جايه كتير ومفاجآت اكتر من مباشر عين مصر.